السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تغير زيت الدبل ماشي 280، وأعتقد ما لم يسبق تغيره. طبعا الدبل ما عندك أي مشكلة فيه لأنه ما في فلتر، مجرد دينامو، وإن شاء الله ما عندك أي مشكلة فيه. راح الآن أغير الزيت ماشي 280,000، وزيت الدبل نفس زيت الدركسول حسب دليل الصيانة من 2007 إلى 2019. أول شيء راح نفرغ صورة التعبية عشان ما نطيح، ممكن تكون تبوز معنا نفرغ الزيت وممكن ما تفتح معنا صورة التعبية نبلش فيها. فأول شيء نتأكد من صورة التعبية مفتوحة، بعدين نفتح صورة اللي هو التفريغ. هذه صورة التعبية، صورة عادية. أما صورة التفريغ صورة فيها مغناطيس عشان تمسك الشوائب. لاحظوا ننتظر لما ينتهي تفريغ الزيت. المضخة هذه لتعبية زيت الجيروبوكس والدبل تاخذ لتر كامل. الان راح نعبي شوية، ممكن حوالي 200 ملي نعبي في الدبل، وتصرها مفروض متفرغة عشان ايش؟ الزيت الجديد يدفع الزيت القديم من اسفل. طبعا لاحظوا هذا الان الزيت الجديد اللي طلع من الدبل. هاي صورة التفريغ حق الدبل بعد التنظيف. الزيت الآن ننتظر، هذا بعد التعبية أخذ لتر ونص. الآن ننتظر بس لين يوقف الزيت، وبعدين راح نشد الصورة إن شاء الله، ويكون كذا انتهينا من تعبية زيت الدبل أو تغيير زيت الدبل. كذا خلصنا من تغيير زيت الدبل. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.